مرحبا بكم الناس الكل في أخبارنا الرياضية. تطورات كبرى في ملف الترجي والوداد. الفيفا بصدد الحسم وأعضاء من الكاف شهدوا ضد الوداد. تشير مصادر عالمة أنه مسألة إعادة مقابلة الترجي والوداد تكاد تكون غير واردة بالمرة، حيث تتجاهل الأمور نحو إلغاء قرارات الكاف، إذ تتجاهل الفيفا نحو أخذ الملف على عاتقها والفصل فيه بصفة نهائية. وحسب مصادر فإن أعضاء من المكتب التنفيذي للكاف حسموا شهادتهم لفائدة الترجي، معترفين بعدم حقية فريق الوداد في المطالب التي تقدم بها. وفي سياق منفصل، من المنتظر أن تسلط الفيفا عقوبة الإيقاف على لكجع بسبب اعتدائه على الحكم بالاك تيسياما، وأيضا بسبب ما فعله مع نادي صفاقس وصولا لمهزلة ملعب رادس. كما ستسلط الفيفا عقوبات قاسية جدا على الوداد المغربي حسب كما قلنا ما أفادت به مصادر.